بعد إغلاق أكثر من 3 أشهر فتحت دار الأوبرا أو أعادت دار الأوبرا فتح كل منابرها لأفضل الموسيقيين وأعذب الأصوات وأحلى الفعاليات احتفالا بعودة فتح البلد ولو نسبيا بعد أزمة كورونا. يعني كورونا وهي شغالة لا يخفى على أحد، ما فيش ولا حفلة شغالة، كله أونلاين، ما فيش أي فعالية موجودة، كله كان متقفل ومتغطي لحد ما ربنا يفرجها. ومع اقتراب الفرج بدأت أبواب الأوبرا تفتح، وإيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة اعتمدت برنامج رائع جدا للموسم ده بأصوات متنوعة وآلات عظيمة والحقيقة أنشطة محترمة جدا. غذاء الروح، واحنا فرحانين جدا الاوبرا رجعت فتحت تاني مع الاجراءات الاحترازيه الجامده اللي واخدينها، وعلى فكره دي تاني حفله نحضرها، فبالنسبه لنا ده عيد. احساس خطير، لان طبعا احنا كنا عايزين مخنوقين طول الفتره اللي فاتت دي، والاوبرا بالنسبه لنا دي الماي والهوا. يعني احنا دي يمكن اول حفله من بعد الحظر ما اتفك او من بعد الازمه دي، يعني اول عوده لينا يعني، فالواحد بيحاول يرجع واحده واحده كده يعني، وكويس ان هم ابتدوا يرجعوا تاني للحفلات والحاجات دي كلها، يعني ان شاء الله خير. هو كويس ان هي رجعت، لان الناس كانت بتحب الاغاني والاوبرا قوي ورجعوها احسن من الاول، كمان في تباعد وفي ناس بكمامات وعلى البوابات بره المعقمات وكل حاجه، يعني لا بصراحه لا كده حلوه قوي. بصراحه مطمنه ومرتاحه وفي اجراءات كويسه جدا وامن وما فيش مثلا خوف من عدوى ولا حاجه، لا الحمد لله. وبعدين احنا طول فتره حظر 3 شهور كان املنا الوحيد ان الاوبرا تفتح. احنا الحمد لله يعني قبل القرار ده ما يحصل كانت الاوبرا بتعد نفسها للموضوع دوت وبتامن على المسارح وبتامن على موضوع التعقيم والاجراءات كلها الاحترازيه علشان الجمهور وعلشان الفرق الموسيقيه علشان نرجع للنشاط. هو لازم طبعا الحركه والحياه تعود لمصر كلها في شتى المجالات وخاصه المجالات الثقافيه، لان برضو في ناس شغلتهم الموسيقى لازم برضو يعيشوا، وفي ترجع الحركة الثقافية، وأتمنى أن يكون في كل أنحاء مصر. بس يبقى السؤال، بعد ما دار الأوبرا تتقفل كل الوقت ده، أول ما الستارة تفتح مين هيقف على المسرح ويغني؟ مين أول صوت هيكون له شرف إعلان العودة، إعلان الحياة لدار الأوبرا؟ الاختيار أعتقد كان سهل بالنسبة لدار الأوبرا، مفيش أحلى من صوت عظيم، صوت مصري عظيم اسمه مي فاروق.